حسن فين يا عم بهناسي؟ حسن ده كله عشان حسن معرفش. فين حسن يا عم بهناسي؟ معرفش. ازاي تبقى ابوه ما تعرفش هو فين؟ لا مؤاخذة حضرتك عندك أولاد؟ لا. لا مؤاخذة حضرتك عندك أب؟ أيوه. لا مؤاخذة أبوك يعرف ابنه فين دلوقتي؟ أوه لا. خلاص لما أبوك يعرف ابنه فين أنا كمان أعرف ابنه فين. يا باشا أنا شايفه بعيني خارج من الحارة، لابس ومتأنتج زي عادته كل ليلة خميس وليلة حد. بيروح فين كل ليلة خميس وحد؟ الله أعلم يا باشا. وبيروح ساعة كام؟ مفيش حد بيشوفه وهو راجع، بس أكيد بيرجع لما القهوة تشطب وكل واحد يروح لحاله. اعملوا حسابكم ان اي محاوله للتضليل هتدفعوا ثمنها غالي. يا باشا ربنا يكفينا شر الضلال. احنا نعرف كل حاجه عن حسن الا حكايه خروجه كل ليله خميس وليله حد لابس ومتانتك. كل ليله خميس وحد لابس ومتانتك. لابس ومتانتك. انتك ولابس. لابس ومتانتك. ولابس لابس ومتانتك. منتصر منتصر انت معايا يا معتصر؟ ومتانتك. هو مين ده يا معتصر اللي لابس ومتانتك؟ الهدف لابس ومتانتك يا فندم. قصدي اقول الشخص المطلوب يا فندم. كان ايه يا معتصر؟ انت لسه ما جبتوش؟ ربنا يسهل ان شاء الله يا فندم. ده لسه سياده؟ ايوه عارف عارف، معالي الوزير لسه قافل مع سيادتك. انا مش هرجع الاداره الا هو معايا يا فندم. لابس ومتنتج متنتج ولابس. استاذ استاذ يا استاذ. نعم يعني نعم يا حبيبي. الصبر طيب طيب الصبر طيب، ما حدش بياكل اكتر من بطنه. خامس فرح نخش وندور عليك فيه يا حسن. ما تاخد حاجه تبري نفسك بيها على المواسم. احنا عايزينك بسرعه يا حسن ومن غير ما نعمل شوشره. بس بعد ما تعشى. ثانيه ثانيه واحده.